هذه التغطية على العربية ما زالت مستمرة. طبعا نتابع التصعيد في لبنان وفي المنطقة للمرة الثانية. إسرائيل في الأمس أو عند ساعات الليل قصفت وسط العاصمة بيروت بغارة استهدفت مقرا لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله في قلب بيروت. ليلة جديدة إذن من القصف العنيف على ضاحية بيروت الجنوبية. بالمقابل كان هناك صفارات للإنذار دوت في الجليل الأعلى. كان هناك رصد لإطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان، وهذا عاجل أيضا. الجيش الإسرائيلي يقول قتلنا 15 من عناصر حزب الله بقصف على مبنى بلدية بنت جبيل. هذه الصور هي التي عرضها الجيش الإسرائيلي لعملية الاستهداف، حيث يقول الجيش الإسرائيلي بأنه قتل 15 من عناصر حزب الله بهذا القصف على مبنى بلدية بنت جبيل. هذه هي الصور التي يعرضها الجيش الإسرائيلي حول هذا الاستهداف. وطبعا نعود ونذكر مشاهدينا بأن التقدم البري أو العملية البرية التي سمتها إسرائيل بالمحدودة كانت بالأمس متركزة تقريبا في مارون الراس وأيضا في العديسي. واعترف الجيش الإسرائيلي بأنه سقط 8 قتلى من قواته، كما ذكر بأنه هناك استهداف كان لعناصر من حزب الله. هذه الصور الآن من الضاحية الجنوبية حيث يتعالى الدخان، ما زال هذا الدخان يتصاعد. طبعا الليلة الماضية 17 غارة طالت مناطق مختلفة من الضاحية، وأيضا بعض المناطق المتاخمة للضاحية مثل سان تيريز، مثل الشياح، مثل الحدث، بالإضافة إلى استهداف للمرة الثانية منذ بداية هذا التصعيد قلب بيروت، حيث تم استهداف منطقة البشورة. هذه المنطقة لمن لا يعرف جغرافية المنطقة في بيروت هي قريبة جدا مما يعرف جسر سليم سلام، وهو أيضا هذا الجسر مشهور جدا في لبنان. هو هذه المنطقة، منطقة البشورة، حقيقة قريبة جدا من موقع رئاسة الحكومة، من بعض المنظمات، بعض الجمعيات. هي منطقة مكتظة بالسكان، كما نتابع هذا الاستهداف لهذه البناية. بالإضافة إلى العديد من النازحين أيضا توجهوا إلى هذه المنطقة، لأنه هناك بعض المعارف، هناك بعض الأصدقاء أو بعض الأهل يلجؤون إليهم، أو حتى يقوموا باستئجار بعض الشقق بسبب هذا النزوح من الضاحية ومن الجنوب أيضا. إذن نتابع هذه الصور لهذا الاستهداف الذي طال قلب بيروت هذه المرة. وإسرائيل تقول بأنه حسب تعبيرها تقول بأنه هذه عملية دقيقة. ودائما عندما تستخدم القوات الإسرائيلية هذه التعبير وكأنها تتحدث عن عمليات استهداف لأشخاص، عمليات اغتيال. الوكالة اللبنانية كانت تحدثت، أو حتى الصحة اللبنانية كانت تحدثت عن مقتل 7 أشخاص من عناصر الدفاع، من عناصر هذه الهيئة الصحية المتواجدة كانت في هذا المكان. وأيضا تحدثت الصحة اللبنانية بأنه كان هناك متطوعان أيضا، بالإضافة إلى الموظفين اللي كانوا متواجدين. على كل حال الآن سأنتقل إلى الدوحة مباشرة لمتابعة كلمة لوزير الخارجية السعودي. كما نهنئ مساعد الأمين العام بمناسبة تعيينه، متمنين لهم التوفيق والنجاح. أصحاب السمو والفخامة والمعالي، تواجه منطقتنا العديد من التحديات التي تتطلب منا تضافر الجهود والعمل المشترك لمواجهتها. وتؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية هذه المنصة لتعزيز الحوار والتعاون بين دول آسيا في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها. وفي هذا الإطار لا يمكن فصل التحديات التنموية عن الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة، خاصة في ظل الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان التي تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والتقدم التجاري. إن استمرار العدوان والانتهاكات في المنطقة يعرقل حركة التجارة الدولية ويزيد من التوترات السياسية التي تهدد تدفق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي
بين دول المنطقة والعالم. وتدرك المملكة أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا في ظل استقرار سياسي وأمني، ولذلك نؤكد على أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية لضمان ازدهار منطقتنا. ومن هذا المنطلق نشكر دول حوار التعاون الآسيوي على دعمها لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين، ونحث بقية دول العالم على الحذو حذوها، وهما دفعنا للمساهمة مع الأشقاء والأصدقاء في إنشاء التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. أصحاب الجلالة وفخام السمو المعالي، تشدد المملكة على أهمية تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين دول الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا التجمع. فقارتنا الآسيوية تتمتع بإمكانات كبيرة وطاقات هائلة، وإذا استطعنا توحيد جهودنا فسوف نتمكن من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والتكنولوجيا والطاقة، والعمل معا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد المملكة على أهمية تعزيز التعاون وبالذات بين الدول النامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العديد من تلك الدول. إن تبادل الخبرات وتعزيز التجارة والاستثمار فيما بين دولنا يشكل أساساً قوياً لدفع عجلة التنمية المستدامة وتقليص الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وفي هذا السياق نشير إلى الدور المتزايد للرياضة في تعزيز العمل الدبلوماسي، فبقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وتمثيلها جسراً يجمع الشعوب، تعد منصة لتعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات بين الدول. إن المملكة تؤمن بأهمية الدبلوماسية الرياضية كوسيلة فعالة لتيسير الحوار البناء ودعم السلام والاستقرار، وتعمل المملكة باستمرار على تعزيز هذا القطاع من خلال استضافتها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى ودعم لبرامج التنمية الرياضية التي تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة وتكثيف التواصل مع العالم. وتدعو المملكة إلى تعزيز الأنشطة والمبادرات الرياضية التي تجمع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، بما يوحد جهودنا في بناء مستقبل أكثر توافقاً ونماءً لمنطقتنا. ختاماً، نكرر شكرنا لدولة قطر الشقيقة على استضافة هذه القمة، متطلعين أن تثمر عن رؤية جديدة ومبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز التعاون الآسيوي لتحقيق مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا، تابعنا هذه الكلمة لوزير الخارجية السعودي الذي تحدث عنها بأن المملكة تحث الجميع على دعم حل الدولتين. وزير الخارجية السعودي قال: نؤكد أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية. أيضا تحدث بأن المنطقة تواجه العديد من التحديات التي تستدعي تضافر الجهود. هذه أبرز النقاط التي تحدث بها وزير الخارجية السعودية. على كل حال مشاهدينا، نحن نتابع في هذه التغطية، ولكن نريد الآن أن نتوقف عما جرى أمس من غارات، من أوضاع وتطورات ميدانية في بيروت تحديدا. سنتعرف على كل هذه التطورات مع زميلنا مولود. تفضل مولود. صباح الخير زميلتي ميسون. طبعا صباح الخير مشاهدينا الكرام. غارات عنيفة على بيروت وحتى على الجنوب. نبدأ بالعاصمة بيروت. ليلة عنيفة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت. نتحدث هنا عن 17 غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي مدعوم بالطائرات والبوارج الحربية، أيضا على أحياء واسعة في العاصمة بيروت. هذه بعض هذه الاستهدافات طبعا التي مست أحياء، منها حي الأمريكان وشياح وحارة حريك وبرج البراجنة وغيرها. استهدافات يقول الجيش الإسرائيلي إنها استهدف من خلالها معاقل لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت. كان لافتا أيضا استهداف مقر لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله في حي سكني مكتظ بمنطقة الباشورة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الأولى طبعا، وهي المنطقة الأقرب لوسط بيروت منذ بدء هذا التصعيد الحالي. استهداف أسفر عن سقوط 6 قتلى وجرح آخرين حسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. سبق هذا القصف أيضا في عمق العاصمة اللبنانية بيروت طبعا
طبعا غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت شقة سكنية قرب جسر الكولا في بيروت، وأسفرت هذه الغارة عن مقتل 3 أشخاص هم أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذا فجر يوم الاثنين الماضي. جنوب لبنان شهد هو الآخر غارات عنيفة طبعا استمرت لساعات مرفوقة بقصف مدفعي طوال الليلة الماضية وساعات الصباح الأولى، وكانت هذه الغارات الأعنف طبعا استهدفت منها بلدات مرجعيون والخيام كفر كلا وأطراف بلدة عيترون ومحيط المطلة وأيضا مناطق أخرى. الجيش الإسرائيلي طالب طبعا صبيحة اليوم سكان هذه القرى الجنوبية للبنان بعدم العودة إليها حاليا. وزارة الصحة اللبنانية وفي تحديدها اليومي لضحايا الغارات الإسرائيلية المستمرة أعلنت عن سقوط 23 قتيلا و44 أيضا ليلة البارحة، فيما طبعا جريحا، فيما ارتفعت حصيلة هذا التصعيد إلى 1928 شخصا. فيما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في لبنان يكافح لمواكبة هذا التصعيد العسكري في البلاد. إذن مشاهدينا، مراسل عربية يتحدث عن إطلاق صواريخ تجاه صفد وقاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل. هناك استهداف لقاعدة ميرون وأيضا تجاه صفد شمال إسرائيل. أيضا الجيش الإسرائيلي كان قال بأنهم هاجموا 200 هدف لحزب الله خلال الساعات الأخيرة. لمتابعة أيضا ما يجري من حيفا ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا. أيضا من البقاع في لبنان مراسل عربية محمود شكر. أبدأ معك زياد، كنا تابعنا حسب معلوماتك بأن هناك إطلاق صواريخ تجاه صفد وأيضا قاعدة ميرون، هل يمكن أن تعطينا تفاصيل حول هذا الاستهداف وأيضا آخر تطورات هذه الساعة؟ هذا صحيح ميسون، قبل قليل أطلقت رشقة صواريخ كما تسمى من جنوب لبنان تجاه صفد، مدينة صفد في الجليل الأعلى، وتحديدا أكثر تجاه قاعدة ميرون الجوية التي تستهدف على أساس يومي. هذه القاعدة لحق بها دمار كبير جدا في 11 شهرا الماضية حتى اليوم، هذا يضاف إلى أكثر من 100 صاروخ. طبعا الجيش الإسرائيلي تحدث عن 25 صاروخا، لكن في واقع الأمر أطلق حوالي 100 صاروخ منذ ساعات الصباح من قبل حزب الله. معظم الصواريخ كانت حقيقة تجاه المستوطنات القريبة أكثر على الحدود بموازات العملية البرية التي تجري داخل الحدود داخل الأراضي اللبنانية. بالأمس حزب الله أطلق 250 صاروخا تجاه الجليل والجليل الأسفل والمستوطنات الحدودية كذلك الأمر. يتوقعون في إسرائيل أن يكون هذا العدد ربما قريبا اليوم. أيضا للتذكير ميسون، عام 2006 كانت المعدل حوالي 100 صاروخ في اليوم، اليوم يتجاوزون ذلك عمليا رغم العملية البرية المحدودة التي تجري الآن. على كل حال زياد سأعود إليك، ولكن دعنا نذهب أيضا لمتابعة ما يجري في البقاع. محمود، كيف هي الأوضاع خلال هذه الساعة؟ هل الطيران الإسرائيلي يحلق فوق سماء البقاع أيضا كما يحصل في بيروت؟ وبالتالي آخر تطورات، كنا يعني في ساعات الصباح الأولى كانت هناك بعض الغارات على بعلبك، هل من جديد؟ لا تطورات ميدانية على مستوى التحليق أو أيضا على مستوى الإغارة منذ الصباح حتى هذا التوقيت. يمكن القول إلى أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف على الساحة البقائية بأقضيتها الثلاث، ما عدا الغارة التي كانت صباحا ما بين الصباح وما بين الفجر، وتحديدا على بلدة حرفوش بالقرب من دير الأحمر وبشوات. هذه البلدة التي تقع في عمق السلسلة الغربية لجبال لبنان من جهة البقاع. ما عدا ذلك آخر التطورات أو آخر الغارات هي كانت تقريبا مع الساعة 5 بعصر الأمس، وكانت عبارة عن رزمة
من الغارات باتجاه عدد كبير من الأماكن التي في بعض منها استهدافات على المستوى القواعد التقليدية العسكرية للحزب في أعالي الجرود والأودية والهضاب. نعم. وفي الجزء الأكبر منها باتجاه الأحياء المدنية والسكنية كالنبيشيت وأيضا الكرك وبلدة نبحة، بالإضافة أيضا إلى استهداف لعدد من المنازل المتفرقة التي سويت مع الأرض كمنزل في حوش السيد علي في الهرمل ومنزل آخر أيضا في الهرمل. الصورة هنا تختلف عما كانت عليه الأوضاع وتحديدا في بيروت بهذا الاستهداف الذي يعتبر هو الأبرز خلال 24 ساعة لأنه جاء في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، وأيضا التطورات الميدانية التي هي عبارة عن عمليات كر وفر على الحدود. بهذه النقطة أعود إلى زميلنا زياد. زميلنا زياد، ماذا لدينا من جديد حول هذه العملية البرية؟ كان هناك اجتماعات بالأمس كثيرة للقادة الأمنيين وأيضا نتنياهو بما يخص الرد على إيران وأيضا بما يخص هذه العملية، هل من جديد؟ العملية البرية مستمرة لأسابيع مقبلة على الأقل. الأهداف المعلنة، وسأعرج على أهداف غير معلنة بعد قليل، الأهداف المعلنة هي محاولة تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، خاصة تلك التي تمكنه من اجتياح الجليل، يقصدون بذلك الأنفاق التكتيكية والهجومية الموجودة في تلك المنطقة وصولا إلى خط الحدود. الأمر الآخر هو تدمير مواقع تقول إسرائيل أن حزب الله يستخدمها لإطلاق صواريخ الكورنيت مباشرة على المستوطنات. لكن على ما يبدو بأن هناك تبلور نوعا ما لهدف غير معلن، وهو محاولة تطبيق مبدأ جباليا في شمال قطاع غزة أو شمال قطاع غزة على جنوب لبنان في قاطع معين، بمعنى محاولة خلق بالنيران منطقة عازلة خالية تقريبا من السكان اللبنانيين. ولهذا ترينا ورأينا في الفترة الأخيرة الأحزمة النارية الهائلة التي كانت تصب على قرى الجنوب المواجهة للمستوطنات الإسرائيلية بهدف أن تتحول أجزاء من هذه القرى على الأقل، الأجزاء الأقرب إلى الحدود، إلى أجزاء غير صالحة للسكن لفترة طويلة. وكأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يخلق منطقة عازلة بعمق 4 أو 5 كيلومترات ليقنع السكان الإسرائيليين بالعودة إلى شمال إسرائيل إلى المستوطنات الحدودية. أعود إليك محمود بخصوص الإجراءات الأمنية. كنا من يومين تابعنا بأن هناك تعزيزات أمنية وانتشار للجيش اللبناني، هل هذا المشهد ما زال في البقاع؟ بس اسمحي لي بداية أن أكمل بالفكرة التي تفضل بها الزميل العزيز زياد، وهو فعلا هذا الذي يحصل في جنوب لبنان وهو مثبت على الأرض، بمعنى إلى أنهم من رأس النقورة حتى مزارع شبعة هي على الضبط 32 بلدة. هذه البلدات في جلها على مستوى البنية التحتية هي سويت مع الأرض، هنالك بلدة واحدة فقط قائمة لا تزال حتى الساعة هي أرميش. العدد الذي كان فيها منذ حوالي 5000 باليومين الماضيين انخفض، بنتحدث بالأمس عن حوالي 1000 إلى 2000، وهي البلدة الوحيدة في ظل هذه البلدات الممتدة من رأس النقورة إلى مزارع شبعة التي لم تصاب أو أيضا لم تكن على سلم الأهداف الإسرائيلية. ما عدا ذلك الأبنية، الأحياء، القرى، البلدات بأكملها يمكن القول على المستوى العمراني، لن أكون معك مبالغا، 75 إلى 80% هي مع الأرض. بالعودة إلى البقاع، يعني نستطيع التنقل ما بين جنوب البقاع، بالعودة إلى البقاع الإجراءات هي قائمة، هي على قدم وساق، ولكن المسألة الأساسية إلى أن الضبط الوضع الأمني في البقاع هو قائم، ليس هنالك من خلل، حتى إلى أنه منذ بعض الوقت قرأت إلى أن قوى الأمن الداخلي بدأت بتفريغ بعض البنايات السكنية
في الحمراء التي كان النازحون قد دخلوها بطريق العنوة. نعم. وهذا الأساس في عملية الانتشار الأمني والعسكري للجيش هو عنوان الانتظام العام، المحافظة عليه، عدم التعدي. نعم. على الأملاك العامة. نعم حقيقة، يعني حتى لا يحصل فوضى، يعني لأن الناس أيضا بحالة غضب وبحالة يعني مشردين. نعم. على الطرقات، يعني طبعا الجيش هو للمحافظة على الاستقرار، القادر على ضبط هذا الاستقرار. سؤال أخير لك زياد، بالأمس الجيش الإسرائيلي اعترف بأنه قتل 8 من عناصره من قواته، كيف تعامل أيضا الداخل الإسرائيلي مع هذه الخسارة للجيش الإسرائيلي في بداية هذه العملية في الجنوب اللبناني؟ فقط في 10 ثواني أشير إلى أن هناك الآن قصفا صاروخيا على طبرية، قبل بعض الوقت أطلقت صواريخ اتجاه طبرية وقواعد عسكرية في تلك المنطقة، هذا حصل قبل دقيقة تقريبا. بالنسبة لهذا الموضوع، بدون أدنى شك بأن الإسرائيليين أصيبوا بصدمة، لأنه مع بداية العملية البرية، هذه البدايات فقط كما قالت إسرائيل، قتل 8 وباعتقادي العدد سيزيد، لأن الجرحى بجروح خطيرة، هناك عدد كبير ممن أصيبوا في هذه العملية، بالتالي هذا كان له وقع صدمة، وإن لم يكن مفاجئا لا للقيادة الإسرائيلية ولا للشارع الإسرائيلي الذين يدركون عمليا أنه رغم الحديث عن المساس بقدرات حزب الله الصاروخية وما إلى ذلك، إلا أن القتال البري معه مع وحدات الرضوان ومقاتلين آخرين يبقى معقدا وصعبا للغاية، لأن الإسرائيليين في ملعبه الشخصي. شكرا لك من حيفا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي، كما نشكر زميلنا من البقاع في لبنان مراسل العربية محمود شكر. هاي الشقة اللي ضربتها إسرائيل هلا على خندق الخميس. في إسرائيل دوت صفارات وإنذار في أفيفيم والمطلة ومسقافة ومسقاف عامة وكريات شمونة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى تفعيل الإنذار خشية إطلاق صواريخ وقذائف تجاه الجليل الأعلى. وتشهد الجهة المقابلة لمستوطنة أفيفيم في الجنوب اللبناني اشتباكات بمنطقة مارون الراس بحسب بيانات لحزب الله. من جهة أخرى، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا طالب خلاله سكان القرى اللبنانية في الجنوب اللبناني الذين أخلوا منازلهم بعدم العودة إليها حاليا. كما ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو قال إنها من عملياته العسكرية التي تندرج ضمن التوغل البري الذي ينفذه في جنوب لبنان. أما في سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف إسرائيل لمستودع أسلحة استمر لـ40 دقيقة، تم خلاله تدمير المستودع في ضواحي مدينة جبلي. وقد شاركت الدفاعات الجوية الروسية في هذا التصدي للغارات بحسب المرصد. أنا قريبة قريب وحياة ولادي بدها تكفي.
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم من أن النظام الصحي في لبنان يكافح لمواكبة التطورات بعد الزيادة الكبيرة في عدد المصابين. أدانوم قال إن حصيلة القتلى في لبنان آخذة في الارتفاع والمستشفيات مثقلة بتدفق الجرحى، مضيفا أن الأزمات المتعاقبة أضعفت النظام الصحي الذي يكافح للتعامل مع الاحتياجات الهائلة. كما أكد أدانوم أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تكثيف استجابتها. من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة، أهلا بك معنا. ماذا يمكن أن تطلعينا على الوضع خاصة بعد هذا الاستهداف للبشورة؟ طبعا الهدوء يخيم على البشورة، العائلات التي كانت قد غادرتها ليلة أمس يبدو أنها عادت إلى منازلها. طبعا من هو قادر على العودة إلى منازلها عادوا إلى تلك المنازل، خاصة وأن موضوع النزوح يشكل عبئا على الحكومة اللبنانية والمدارس في لبنان أصلا مكتظة. لذلك يعتبر يعني فضل الأهالي العودة، خاصة وأن هذا الاستهداف كان مركز نحو موضوع يعني الهيئة الصحية التابعة لحزب الله، ورغم وجود تخوف لدى الأهالي لكنهم يفضلون المخاطرة والعودة، خاصة وأنها ليست يعني لن تكون حتى الآن موضوع أنه مركز للغارات المتكررة. يذكر أن البشورة يوم أمس بطبيعة الحال لم يكن هناك إنذار للسكان بالإخلاء، خاصة وأنه عادة عندما يكون هناك غارات إسرائيلية محددة إن كان بهدف استهداف مؤسسات أو هيئات تابعة لحزب الله أو إن كان بهدف الاغتيال عادة لا يصدر عنها قبل أي انذار بالإخلاء. يكرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انذاراته لسكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء قبل حدوث الغارات. يوم أمس أول غارات لم يكن هناك قبلها أي صدور أي انذار بالإخلاء، ولكن بعد ذلك كان هناك توزيع للمناطق التي سيتم استهدافها، علما بأن ضاحية بيروت الجنوبية باتت خالية من السكان. الصور التي تصل من هناك تظهر كيف تبدو الضاحية خالية تماما، خاصة وأنها تتعرض ليليا لقصف عنيف. يوم أمس كان الأعنف، وصل عدد الغارات إلى 17 غارة. دائما يكون هناك إما تضرر لأبنية أو انهيار بالكامل للأبنية في ضاحية بيروت. طب غنوة، بالنسبة للحركة يعني عندما تتنقلون من مكان إلى مكان كيف تجدون الحركة؟ هل هناك ازدحام؟ هل هناك هدوء بالحركة؟ لأنه عادة يعني بهذه الأيام قبل المدارس وفي هذا الموسم بهذا الوقت يعني أيضا تكون ازدحام بشكل كبير، وخاصة في الشوارع الرئيسية في قلب بيروت. بيروت مكتظة ببيروت ومدن أخرى خارج بيروت، نتحدث عن بيروت، عن بشامون، عن علي، كل المناطق التي يعني استقبلت نازحين هي مكتظة بشكل كبير. المشوار الذي يحتاج إلى 20 دقيقة يلزمنا ساعة ونصف في ساعات الذروة للوصول إليه بسبب موضوع الاكتظاظ بين السكان وبين النازحين. بيروت شوارعها تحولت إلى يعني عندما مثلا منطقة سليم إسلام، وهي معروفة بأنها أوتوستراد يعني نوعا ما واسع في بيروت، هناك صف من السيارات يصل إلى 4 صفوف من السيارات المركونة. ونذكر يعني منطقة سليم إسلام أيضا قريبة للبشورة وحيد. التي تم استهدافها. صحيح، تقع في المنطقة الخلفية للبشورة، يبقى ممر يعني صغير جدا يصبح من خلاله مرور سيارة واحدة بسبب اكتظاظ سيارات النازحين الذين وصلوا إلى منازل أقارب وعائلات في تلك المناطق. جميع المناطق التي استقبلت نازحين أيضا في الشمال في طرابلس، هذه المناطق تبدو فيها الحركة كبيرة جدا، مكتظة جدا بالسيارات. هناك أيضا ميسون موضوع أنه عدم وجود رقابة من قبل الحكومة اللبنانية على أسعار السلع، يعني مثلا الفرش الإسفنج التي يحتاجها النازحون للمبيت ارتفع سعرها بشكل جنوني، كانت أسعارها لا تتخطى 10 دولارات، اليوم وصل سعرها إلى 40 دولار. أيضا أسعار السلع في السوبر ماركت هناك ارتفاع في الأسعار. يعني طب هل من تعليق من وزارة الاقتصاد على هذا الأمر غنوة؟
حتى الآن وزارة الاقتصاد لم تعلق على هذا الأمر. وزارة الاقتصاد تحدثت بأن هناك مساعي دائما سريعة لإخراج لاستيراد البضائع لإدخال البضائع إلى لبنان، بأن هناك حتى الآن لا يوجد نقص في تلك البضائع، وبأن حتى الآن الأمر تحت السيطرة إن كان عبر المرافق البحرية أو المرافق الجوية يتم استيراد ويعني استيراد البضائع التي قد يحتاجها اللبنانيون. طب ماذا عن حماية المستهلك؟ يعني ألم تتحرك هذه الجهات لضبط هذه الأسعار يعني حتى لا تصبح هذه المأساة أكبر؟ يعني العالم مشردة، العالم خسرت بيوتها، خسرت يعني البعض خرج من دون حتى ملابسه. بالنسبة لموضوع ضبط الأسعار من قبل المؤسسات التي تضبط أو حماية المستهلك، هل من تحرك؟ هل من تصريحات مثلا؟ حتى الآن يعني لا يوجد تعليق، حتى الآن لا يوجد تعليق على الموضوع. هذا الأمر يتكرر دائما مع وجود أزمات في لبنان، إن كان حتى أو تهديد بأنه ربما هذه المواد ستنقطع، خاصة أن يكون هناك تهافت من قبل اللبنانيين لشراء تلك المواد. في السابق كانت وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية تقوم بعمل يعني مثل تقوم بمراقبة مراكز التسويق والسوبر ماركتس، لكن بعد رفع الصرخة اليوم الحكومة على الأرجح منشغلة، يعني خاصة طبعا هذا موضوع مهم، ولكن حتى الآن الحكومة لم تجد حل لمشكلة إيواء النازحين. هناك عدد من العائلات اللبنانية التي لا تزال على الطرقات، البعض تحدث للكاميرات وقال بأنه يفضل المبيت على الطريق واستخدام دورات المياه التابعة للمطاعم الموجودة حوله، ولا أن يبيت في مدارس خوفا من أن يكون هناك استهداف للمدارس، تماما كما يعني يقارنون وضع لبنان النازحين بغزة، يقارنون وضع لبنان بما حدث في غزة. لذلك بعض العائلات تفضل البقاء في العراء كي لا يكون هناك استهداف لها ضمن تجمعات، ولكن أيضا عدد كبير من يفترش الطرقات هم من النازحين السوريين الذين نزحوا من القرى الجنوبية وأيضا من البقاع. كان هناك تواصل بين الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين، إما لإيجاد يعني تتحمل المفوضية مسؤوليتها وإيجاد مخيمات لهم في أماكن آمنة، أو ضمهم إلى مخيمات أصلا موجودة لدى مفوضية اللاجئين، أو العمل على إعادتهم إلى سوريا. وهذا نعم. الأمر يخشاه بعض السوريين، لأنه حتى مع سقوط الضمانات التي قدمتها الحكومة السورية هذا الأمر يعني لا يأخذه بعض النازحين أو اللاجئين السوريين على محمل الجد من الناحية الأمنية. دائما سنكون معك ومع باقي الزملاء، دائما نأمل لكم السلامة، يعطيكم ألف عافية. هاي الضربة ما بعرف إذا بمحيط السانتراز ولا جوا أكتر، أنا في نار بلشت طولة. من بين منيح بالعزمه اول مستشفى الساحل. قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إن أمين عام حزب الله حسن نصر الله كان قد وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفا بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تواصل مع حزب الله وأبلغ الأمريكيين والفرنسيين بما حدث بخصوص ملف وقف إطلاق النار. الصين طالبت مجلس الأمن الدولي التابع لها باتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، وقالت إن العودة إلى مسار الحلول السياسية والدبلوماسية هو السبيل الوحيد لخفض التوترات المستمرة والسبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن. الصين حذرت من الانزلاق الوضع مع استمرار إطلاق النار من جميع الأطراف، كما قالت إن استمرار التصعيد سيؤدي إلى عواقب وخيمة في المرحلة القادمة. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي توني بولس. أستاذ توني أهلا بك معنا، هل يمكن أن تطلعنا أولا على ردود الفعل على هذا الاجتماع الذي حصل بالأمس بين الرئيس ميقاتي جنبلاط وبري؟ هل رشح أي معلومات حول هذا الاجتماع وما هي ردود الفعل عليه؟ هل يعول عليه؟
يعني دعيني أقول أن معظم الأوساط تتفق أن هذا الاجتماع هو من أخطر الاجتماعات التي قد تؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي. عام 2005 عندما تحرر لبنان من الاحتلال السوري نفس التركيبة، أي جملات ونبيه بري سارعوا لعقد أو سمي حينها بالتحالف الرباعي، على اعتبار على قاعدة أن لنستوعب حزب الله وحركة أمل وهم يمثلون الشيعة، وتم تصفية المعارضة الشيعية حينها واعتبار أن نبيه بري هو الضمانة للبنانة حزب الله حينها، وبالتالي تمت التسوية. عدة سنوات هؤلاء نفسهم انقلبوا وعادوا إلى قواعدهم، يعني كل ما حصل أن نبيه بري وجملات اللي كانوا أركان النظام السوري حينها غيروا خطابهم حينها مرحليا، عندما عادوا نفسهم وتمسكوا بالسلطة ودخلوا التركيبة الجديدة من جديد انقلبوا عليها ودمروها وأعادوا البلاد إلى تحت الاحتلال الإيراني عبر حزب الله. توني قبل أن تكمل نريد أن نذكر بما يأتينا الآن. ورد بأن حزب الله يقول أنه تصدى لتقدم جنود إسرائيليين عند معبر حدودي جنوبي لبنان. إذن حزب الله يقول بأنه تصدى لتقدم جنود إسرائيليين عند معبر حدودي جنوب لبنان. تفضل استستوني. نعم، اليوم عندما بدأ الاحتلال الإيراني للبنان يتداعى من خلال تداعي قدرات حزب الله وهيمنة حزب الله على لبنان، بعض المستفيدين مثل جنبلاط ومثل نبيه بري الذين كانوا عايشين كأمراء طوائف ويتحاصصون الدولة استشعروا خطر عودة بناء دولة في لبنان تحاسب وتعيد القانون وتقوي. ولكن توني يعني البعض لا يقبل معك بهذا الكلام، لأنه بالنهاية هم ركن أساسي في هذا البلد، هم لديهم أيضا يعني الآن بالعكس أنا يعني أسمع بأنه هم الضمانة حاليا حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، لأنه الغضب موجود الآن ويريدون الحكمة والعقل أن يتصرف الآن في بيروت بعيدا عن المواقف أو الحساسيات، يحاولون أن يضمدوا الجراح ويوقفوا هذه الحرب بأقرب وقت ممكن. توقف الحرب والضمانات للبنانيين هي ليست عبر أشخاص، هي عبر مؤسسات. هناك مؤسسة اسمها الحكومة اللبنانية، هناك مؤسسة اسمها المجلس النيابي، فليتم تفعيل هذه المؤسسات، فليتم تفعيل هذا ما كنت أسألك عنه أستاذ توني. ألم يبحث هذا الأمر بالأمس في هذا الاجتماع؟ ألم يبحث بفتح مجلس النواب، بالدعوة لالتئام مجلس النواب، بانتخاب رئيس جمهورية، بتشكيل حكومة جديدة؟ ألم يبحث هذا الأمر برأيكم؟ يعني اليوم تبحث الأمور لتركيب صفقة معينة باتجاه معين، وتصبح المؤسسات دورها تعليب صفقة، ونفتح بعدها المجلس النيابي لتعليب اتفاق معين ولتعليب دور معين. هذا مختلف، وهذا يعيدنا إلى عام 2005 تماما. المطلوب اليوم خروج بمنطق جديد، المنطق الجديد هو تفعيل المؤسسات. هناك مجلس نيابي أمامه استحقاق دستوري هو انتخاب رئيس للجمهورية، فليترك، فليترشح الذي يترشح، وليفوز من يفوز، بعدها تشكيل حكومة جديدة، عمليا تفعيل المؤسسات وفق الدستور تماما. هل بدأنا نسمع بطرح أسماء جديدة لانتخاب رئيس جمهورية؟ لأنه يعني كنت أقرأ بأنه الوزير باسيل يعني رئيس التيار الوطني الحر بأنه قال بأنه يقبل ببعض التنازلات ولكن ليس قائد الجيش، وهناك بعض الأسماء أيضا حرقت، هل من أسماء جديدة؟ يعني الأسماء تتداول وكل شخص لديه رغبة في شخصية معينة، ولكن الأساس هي عملية انتخابية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، هو منبثق من يعني هو الدستور اللبناني. هناك دستور لديه بنود معينة، هذه البنود يجب اعتمادها. أيضا هناك لجنة خماسية عربية دولية ساهمت في استقرار الداخل اللبناني وتسعى وتمد يدها دائما، وضعت مواصفات لرئيس جمهورية قابل لإعادة انتظام العمل اللبناني وعملية انفتاح لبنان على الخارج. فالمطلوب اليوم توازن لبناني إقليمي، وهذا لا يتم إلا عبر تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف وكل والقرارات الدولية 1550 و1701. فهذه هي المعادلة التي يجب افترض أن نذهب إليها، وليس تسويات ومصالح وإبقاء ومحاولة إعادة إنتاج نفس الأشخاص لهدف إبقائهم في السلطة فقط. شكرا لك من بيروت الكاتب الصحفي توني بولوس.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قال لشبكة CNN إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل مساء الثلاثاء، وأضاف أن مسؤولية منع إيران من تحقيق قدراتها النووية تقع على عاتق الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى، وإلا فسيكون الأوان قد فات. أخيرا أكد دانون أن إسرائيل لا تريد تصعيدا أو حربا، لكنه أصر على أن الرد على الصواريخ الإيرانية سيكون قريبا جدا وعلى نطاق واسع. مسؤولون أمريكيون كشفوا لبوليتيكو أنه من بين خيارات الرد التي تدرسها واشنطن وتل أبيب للرد على إيران هي توجيه ضربات إلى الميليشيات المدعومة من طهران أو استهداف قوات الحرس الثوري في اليمن أو سوريا، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك ساعات بعد هجومها الذي استهدف إسرائيل. وقد أظهرت صور رصدتها الأقمار الاصطناعية الأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية جراء الهجوم الإيراني الصاروخي قبل يومين. وكانت إيران قالت أنها قامت بشن هجوم على القاعدة الإسرائيلية المذكورة فضلا عن مركز المخابرات العسكرية في جبل الشيخ بهضبة الجولان. من طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان. دكتور صدقيان أهلا بكم معنا. كيف تتعامل إيران الآن مع هذه التهديدات الجدية من قبل إسرائيل، خاصة بأنه مندوب إسرائيل قال بأنه هذه الضربة قريبة جدا وستكون واسعة النطاق؟ تحية لك والمشاهدين. بالتأكيد يعني إيران عندما ردت على ما سمته بانتهاك سيادتها الوطنية واغتيال إسماعيل هنية وسط العاصمة الإيرانية طهران، هي كانت تعد العدة، ومن الطبيعي جدا أن تكون أمام واقع بأن إسرائيل ربما ترد. لكن الإيرانيون قالوا بأننا عندما نرد على الكيان الإسرائيلي يكون رادعا بالشكل الذي لا تستطيع فيه إسرائيل أن ترد على إيران. معنى ذلك بأن الرد الإيراني قوي، هم قالوا بأنهم يريدون معاقبة إسرائيل، وبالتالي يعني هم في جهوزية كاملة من أجل نجحوا بمعاقبتها الآن. برأيك دكتور صدقيان من خلال 200 صاروخ التي ضربتها إيران بالأيام الماضية على إسرائيل، هل تعتبرها إيران بأنها عملية ناجحة؟ أم زالت ضمن قواعد الاشتباك ومهندسة كما حصل في أبريل؟ البيان الثاني الذي أصدره الحرس الثوري الإيراني قال بأن 90% من الصواريخ التي أطلقتها نحو الكيان الإسرائيلي قد أصابت أهدافها. الآن نحن نتحدث عن 200 صاروخ. دكتور أعذرني على المقاطعة، ولكن يعني نريد أيضا يعني منذ أيام ونحن نسمع بأنه هذه العملية نجحت وهذه العملية فشلت، ولكن لا أحد من الطرفين أعطانا إثباتات أو توثيق بفشل العملية أو بنجاحها. هل إيران تمتلك هذه التوثيقات بأنها الأهداف أو هذه الصواريخ وصلت إلى 90% من الأهداف؟ يعني عندما نتحدث عن 90% من 200 صاروخ، يعني المفروض تكون الخسائر أكبر بكثير مما تتحدث عنه إسرائيل، أو على الأقل ما أوضحته. عندما يقول الحرس الثوري أن 90% من الصواريخ حققت أهدافها، هذا لا يعني بأن مثلا من 200 180 أو 170 صاروخ قد نزلت إلى الأرض، لأن الصواريخ التي أطلقتها إيران هي من ثلاثة أنواع. أحد الأنواع هي صواريخ الفرد صوتية، وهي التي نزلت على القواعد العسكرية أو الميناء أو الأماكن الأهداف الأمنية. ربما لأن هذه الثلاث أنواع من الصواريخ، النوعين من غير الفرد صوتي، هذين النوعين كانت للمشاغلة ومشاغلة منصات إطلاق صواريخ، سواء كان القبة الحديدية أو مقلاع داود وما شاكل ذلك. وبالتالي الصواريخ التي استهدفت الأماكن العسكرية والأمنية هي تلك التي كانت تنزل إلى الأرض. ولكن دكتور، بعض الخبراء الذين تابعوا الصور لهذه أو الفيديوهات لهذه الصواريخ قالوا بأنها لم تكن تحمل رؤوس متفجرة حتى. هل ردت إيران على هذا الأمر؟
بعض الصواريخ فعلا ربما كانت لمشاغلة الدفاعات الأرضية، لكن البعض الآخر نزل إلى أهدافها، وبالتالي دعينا من أنه هل أصابت هذه أم لا، لكن 200 صاروخ في سماء فلسطين المحتلة وفي العمق الإسرائيلي، يعني هذا كان عمل مهم بالنسبة إلى إسرائيل. الآن إسرائيل والولايات المتحدة عندما تتوعد بالرد على إيران، يبدو بأن ما حصل في الجو الإسرائيلي مهم جدا كان وقاسي بالنسبة إلى إسرائيل. الإيرانيون يقولون الآن، يقولون بأنه ربما نستخدم صواريخ لم نستخدمها لحد الآن إذا ما ردت إسرائيل على أي نقطة أو هدف على الرد الإيراني. وبالتالي أيضا بعض الإعلام الأمريكي تحدث بأنه من الممكن أو يبدو بأنه يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل بأنه يردوا على إيران عبر أذرعها إن كان في سوريا أو في اليمن. هل الرد على الأذرع لإيران يوجعها مثلا؟ هل يعتبر رد على إيران أم يكون أقل وطئا من أن تستهدف الأراضي الإيرانية؟ يعني نحن نتحدث الآن عن مواجهة مفتوحة في لبنان. الآن المواجهة مفتوحة 100%، هناك حرب، توسيع لنطاق الحرب، وهناك حرب حقيقية في لبنان. في إيران أيضا الآن إيران ردت، وهذا الرد تأخر شهرين، الآن ردت. إسرائيل تقول بأنها تريد أن ترد على الرد الإسرائيلي. نحن أمام هذه المواجهة المفتوحة. يوم غد المرشد الإيراني سوف يأم صلاة الجمعة وسوف يخطب. أنا أعتقد بأن الخطبة، خطبة صلاة الجمعة للمرشد الإيراني، تكون مهمة أيضا. وبالتالي نحن مقبلون على تطورات وعلى كل الاحتمالات، والآن كل الاحتمالات موضوعة على طاولة. وبالتالي يعني من الصعب الآن أن يتكهن أي إنسان ماذا سوف يكون خلال الأسبوع القادم. طب ماذا عن الداخل الإيراني دكتور؟ نحن نعلم بأنه سنوات طويلة الإيرانيون يعانون من أزمة اقتصادية كبيرة، الأوضاع سيئة، يعني هناك انقسام أيضا بالداخل الإيراني، يعني ليست كل إيران هي مع النظام وليست كل إيران هي مع الحكم هذا. كيف يمكن أن تفتح هذه الحرب المباشرة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة، وأيضا إيران بهذا الوقت ما زالت تعاني، يعني عليها عقوبات، وضعها الاقتصادي، حتى هناك تخوف من استهداف المنشآت النفطية، وهذه الرئة بالنسبة لإيران؟ دعيني أكون واقعيا في هذا السؤال وهو مهم جدا. ما سوف أنقله هذا هو الواقع الذي أراه شخصيا وألمسه. هناك قلق عند الإيرانيين، عند كثير من الإيرانيين هذا القلق موجود، أنه ماذا سوف مآلات هذه الحرب أو المواجهة المفتوحة مع إسرائيل. هناك قلق عند الوسط العام، عند الشارع العام، الشارع الإيراني. لكن في المقابل عندما تدخلين السوبر ماركت في طهران، 99% من البضائع الموجودة في المحلات وفي الأماكن الاستهلاكية كلها إيرانية. وبالتالي إيران معتمدة على ما تصنع وما تزرع وتأكل ما تزرع. لديها اكتفاء ذاتي دكتور مانيتا؟ كل الزراعة، يعني الآن نحن نأكل مما نزرع، وكل لا توجد هنا إلا مثلا الموز الصومالي أو الموز الإكوادوري نستورده، وإلا كل الفواكه، كل الغذاء إيراني 100%. القضايا الاستهلاكية الأخرى إيرانية، لا توجد هناك يعني لا توجد هناك استيرادات، وجود استيراد من الصين في بعض الأشياء التجميلية، لكن 100% من المواد الاستهلاكية الغذائية صناعة أيضا مصدر. الصناعة هناك اكتفاء ذاتي لإيران؟ لديكم اكتفاء ذاتي بالصناعة؟ الموجود في السوق الاستهلاكية ما يحتاجه البيت الإيراني تقريبا 80% هي صناعة إيرانية. يعني هذه حتى نحن عندما نسافر إلى خارج إيران نشتري ما نحتاج من بضاعة أجنبية، لكن كل شيء موجود في إيران على مستوى الألبسة وما يحتاجه. على المستوى الآخر اللي كنت حضرتك تريد أن تعقب عليه،
النقطة الأخرى قضية المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية تعلمين أنت والكل يعلم بأن إيران لديها سلة من العقوبات الاقتصادية. صح. بدأت في العام 1980 ولحد الآن هناك عقوبات اقتصادية. إيران لا تستطيع أن تصدر النفط بشكل طبيعي، لا يوجد هناك مبادلات تجارية، وبالتالي تعتمد إيران، يعني الآن إيران هناك اقتصاد يعتمد على الوضع الداخلي الإيراني، لأنه لحد الآن. ولكن دكتور نحن نتحدث داخليا وليس تصدير واحد. إذا تم ضرب المنشآت النفطية أيضا ألم يتأثر الداخل؟ لا نتحدث عن التصدير، عن الاكتفاء الذاتي اللي حضرتك الآن تقول بأنه إيران تتمتع به. الموازنة الإيرانية الحالية الموجودة لا تعتمد على تصدير النفط، وإنما تعتمد على الضرائب وعلى الأشياء الأخرى. كانت إيران تعتمد بنسبة 70%، خفض هذا الاعتماد إلى 50 إلى 30. الآن أنا أعتقد بأن يعني حسب الموازنات الموجودة تعتمد بحدود 15% على ما تبيعه من النفط، ونحن نعلم بأن إيران لا تبيع أكثر من 1 إلى 1.5 مليون برميل يوميا من النفط، مقابل مثلا السعودية تبيع 10 ملايين، أو الكويت أو العراق 4.5 ملايين أو 5 ملايين. وبالتالي ما أريد أن أقوله، هناك وضع، يعني أنا شرحت أنه هناك قلق وهناك أيضا توفير. يعني حتى في قضية جائحة كورونا إيران لم تتأثر لا بالماسكات ولا بالفاكسينات ولا يعني كثير من الأمور. إيران تستطيع أن تمرر مثل هذه الأوضاع الشاذة، لكن كما قلت كل الاحتمالات مفتوحة، لا أحد يستطيع أن يعني يا دكتور صدقيان، من يستمع لك يعتبر بأنه كما يقول المثل الفرنسي لافي اون روز، الحياة جميلة جدا في إيران يجب زيارتها. دكتور، لدي سؤال أخير، متفائل جدا بالوضع. دكتور، لدي سؤال. اليوم المتحدث باسم حزب الله قال بأن الحزب هو سيعيد بناء الضاحية، والحزب معروف بأنه ميزانيته أيضا هي من إيران. هل إيران ما زالت قادرة على الإعمار والبناء ومساعدة أذرعها لبناء ما تهدم من خلال الحروب التي يخوضونها؟ أنا ما تحدثت عنه، تحدثت وقلت في بداية الكلام أنه أتحدث بشكل واقعي. هذا هو الواقع الذي نقلته. أقول شيء آخر فيه واقعية. إيران من الدولة الوحيدة في العالم التي يحدها 15 دولة في حدودها، الشمالية والشرقية والغربية والشرقية. وبالتالي هذه 15 دولة تحد إيران، وهي دولة كبيرة. يعني الآن في شمال إيران في أردبيل درجة الحرارة 10 تحت الصفر وينزل الثلج، وفي بندر عباس جنوب إيران درجة الحرارة 45 أو 48. وبالتالي إيران متنوعة جغرافيا، متنوعة في كل شيء. وبالتالي إيران كبيرة ولديها الإمكانات الكبيرة، وإيران غنية أيضا. الآن أنت تقولين لماذا لا تصرف إيران هذا الغناء لشعبها وتتصالح مع الآخرين، هذا شيء آخر. طيب، ولكن دكتور انتهى وقتي، أريد فقط إجابة. هل ما زالت قادرة على إعطاء ميزانية لأذرع إيران من أجل إعادة إعمار ما تهدم؟ لأنه أنت تعلم الضاحية الآن ومعظم القرى الحدودية اللبنانية في الجنوب أيضا سويت بالأرض، واليوم يتم التحديث من قبل متحدث باسم حزب الله بأنه سيتم أو الحزب سيقوم بإعمار الضاحية. هل ستساعده برأيك إيران؟ هل هي قادرة؟ يعني طبعا القرار ليس لديك، ولكن هل هي قادرة؟ أنا أعتقد، يعني أنا أنظر إلى من هذه الزاوية، بأن إيران لن تترك حزب الله ولن تترك بيئة حزب الله، لأن حزب الله بالنسبة إلى إيران يعني هذه العلاقة الموجودة علاقة استراتيجية، علاقة عقائدية. وبالتالي أنا لا أعتقد بأنه تترك حزب الله وحيدا. دائما نسعد بوجودك دمرته إسرائيل. دكتور محمد صالح صدقيان، كنت أتمنى أنه تجيني إلى طهران حتى نفتر في الواقع الذي شرحته.
في ظل الرفض الأمريكي لعدم استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، تستمر التساؤلات عن نطاق الرد وقائمة الأهداف المحتملة التي يمكن أن تضربها تل أبيب في إيران. فما هي أبرز الخيارات المحتملة لإسرائيل في ضرب المنشآت النووية؟ المنشآت النووية في إيران تتوزع بين 4 فروع رئيسية، هي مراكز البحث ومواقع التخصيب والمفاعلات النووية ومناجم اليورانيوم. أبرز هذه المنشآت أراك، تعد أكبر منشأة نووية إيرانية، يمكنها إنتاج 10 كيلوغرامات من البلوتونيوم سنويا، ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين. أيضا مفاعل أصفهان، ويضم مجمع أصفهان مفاعلات بحثية صغيرة ومركزا للتكنولوجيا النووية، إضافة إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم. وفي مفاعل بوشهر توجد محطة توليد كهربائي بقدرة 1000 ميجاوات، وهي أول محطة للطاقة النووية في إيران، افتتحت رسميا عام 2011. أما منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم فتضم محطة لتخصيب الوقود، وتمتد على مساحة 100,000 كيلومتر مربع تحت الأرض. لدى نطنز قدرة لتشغيل ما يصل إلى 50,000 جهاز طرد مركزي، وتنتج في الأساس اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يجري استخدامه لإنتاج الوقود بمحطة الطاقة النووية. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية رفيعة المستوى أن المرشد علي خامنئي حذر حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله من اغتياله قبل أيام من العمليات الإسرائيلية. في هذه اللحظات أدرك المرشد الإيراني علي خامنئي أن مخاوفه كانت بمحلها، وأن تحذيراته لنصر الله جاءت متأخرة. وفقا لمسؤولين إيرانيين، خامنئي عجل بطلب لأمين حزب الله للخروج من لبنان والتوجه إلى إيران على الفور. يقول المسؤولون لرويترز إنه أعقاب وقعة تفجير أجهزة البيجر بعناصر حزب الله، حمل خامنئي مستشاره العسكري الموثوق عباس نيل فوروشان الرسالة لنصر الله. وصل الرجل إلى بيروت برسالة يقول مضمونها: التقارير الاستخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل الحزب وتخطط لقتل أمينه العام، أمر قد يشي باطلاع إسرائيل عليه عبر جواسيسها الذين استشعرتهم طهران. صارعت لاغتيال نصر الله قبل خروجه، ومعه اغتالت نيل فوروشان. خلال الأيام الثلاثة الماضية أعلنت إيران أكثر من مرة عن نقل المرشد الإيراني إلى أماكن آمنة وسط حراسة مشددة، حال قالت عنها المصادر إن خامنئي قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيل لأعلى الطبقات الحكومية في طهران. إيران وفقا لماغنوس رانستور الخبير في شؤون حزب الله لدى جامعة الدفاع السويدية، خسرت أكبر استثمار لديها خلال العقود الماضية، وهزتها الخسارة حتى النخاع. هذه الساعة مشاهدين انتهت، ولكن تغطية العربية ما زالت مستمرة. نذكر بأبرز الأخبار العاجلة التي وردت خلال اللحظات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مقتل سامح السراج مسؤول ملف الأمن في حماس. أما بالنسبة لما يجري في لبنان، الجيش الإسرائيلي أيضا تحدث عن مقتل، بأنهم لم يمنعوا أو لم يترددوا بمنع تهريب الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان، كما قال بأنه حزب الله يستخدم معبر مصنع الحدودي لنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان، واتهم حزب الله باستخدام هذا المعبر لنقل الأسلحة. أما حزب الله فقال بأنه تصدى لتقدم جنود إسرائيليين عبر معبر حدودي جنوبي لبنان. بالنسبة لحماس أيضا هناك أخبار عاجلة، كنا ذكرنا بأن الجيش الإسرائيلي تحدث عن مقتل سامح السراج، أيضا عن سامي عودة رئيس جهاز الأمن التابع لحماس، أيضا عن مقتل روحي مشتهي رئيس حكومة حماس في غزة. وإذا الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل 3 من قيادات حماس في غزة بغارة قبل 3 أشهر. إذا هذه الغارة التي قتلت القادة 3 كانت من 3 أشهر، واليوم تم الإعلان عنها. محمد عثمان يلتقيكم بعد لحظات، في أمان الله.